السلام عليكم اخوتي. اليوم احنا راه عند تشورت تازي محاضرينو، حيت اخويا احنا مقصحين بزاف، مهلوكين اخويا 3 4 شهور دابا ما مخلصينش، الشهر الرابع فرحنا غاديين فيه كلشي اخويا. احنا ما لا حول ولا قوه، احنا بغينا اخونا تشورت تازي يخرج، خونا الكبير تشورت تازي يخرج، ديروا معاه شي تاويل باش يخرج في حالاته، حتى هو يازرنا حنا بكيف مازرينو، حتى هو يخرج يازرنا، حتى هو راه هو اللي تيشري لنا الحول. لا ما كانش هو، راه ما كاينش الحول، الحول هو كلشي، العيد كبير خصنا حول، لا ما كانش هو انا ما غنشريوش الحول. ديروا معانا شي تاويل، ما كاينش خلاص اخويا. حنا دابا مده 4 شهور، حنا غاديين في 4 شهور ما تنتخلصوش، مهلوكين اخويا، لا من جهه الكرا، لا من جهه الموضوع، لا من جهه مول الحانوت، كلشي بخصوصين اخويا. ما تلاشتي الحكام ها؟ جيت باش نعازر الدكتور تازي مسكين، فهمتيني؟ نبغوا عندي شي كلمه شي لعيبه نقولها له. ودي الدكتور تازي انا الشخصيه ديالو تنشوفو معانا حنا بعدا بخير، 13 عام وانا خدام معاه، وانا تنتخلص من العام من شهر الشهر تنتخلص. ما صحا خويا سداش، ما سداش، حنا باقيين تنجيو، ولكن اللي مالاد ما كاينينش، الخدمه لاكتيفيتي ما كايناش. لا الدكتور تازي هو الكلينيك، الدكتور تازي هو الكلينيك ديال هو السميه، شوف شوف تما شوف بغيت الدكتور تازي، يعني الدكتور تازي هو اللي كاين في ديك لاكلينيك. لا ما كانش الدكتور تازي ما كاين والو. الابن ديالو هو اللي مقابل الكلينيك، الابن ديالو هو اللي مقابل دابا، ولكن الدكتور تازي هو خصو يقابل هذاك الشيء ديالو. الدكتور تازي هو اللي هو اللي عارف فين يدخل فين يخرج، فهمتيني ما فهمتيني؟ شو كاين كيسير المصحة من قبل؟ وخصنا وراه الدكتور تازي هو اللي سير، هو المدير التنفيذي. لا ماشي فهمتيني، هو تحت منه المدراء، تحت منه رؤساء، تحت منه سيرفيونت، يعني مقابلين عباد الله، ماشي هو غيقابل لك كل شيء، ما يمكنش. يعني معاه خدامه دي كادر صحاح اللي مقابلين. واخويا الكلينيك راه واقفه، واقف الكلينيك ما فيه لي مرض لا والو، باقي لا جيري لا جورو. انا لحد الان باقي مصدوم فيها اخويا، شي عام دابا واش وقع المشكل؟ والله تا وليت تنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بنادم يخاف الله اصاحبي. انت شو السيد كان عنده كل شيء ما بقى عنده والو اصاحبي، ولا في الحبس مشجون تا هو، حط راسك في بلاصتو اصاحبي، راه لا حول راه ما تتقبلهاش العقل. شو بنادم كان ساكن في فيلا تا ولاو مخشين مع الحباسه، اسمعوا لي اخوتي الحباسه، ولكن لا هو بنادم تيدير المشكل راه تيشفر تيدخل الحبس. السيد راه مسكين، راه لا حول، راه خصهم ديروا معاه شي شيء. ونقول لك خصكم تحل تطلقوا لنا الدكتور تازي باش يخلصنا حنا، فهمتيني؟ راه 500 ديال الخلق اللي خدامه معاه. شكون كيقول لكم المحامي من جنبي؟ خويا انا اول مره غنجي هو اليوم. هو مسكين تيقول لك ازروني بقاو معايا، فهمتيني؟ تيعيط لينا مسكين من المؤسسه تيقول لك ازروني وبقاو معايا. راه ماشي غنخليه هو مسكين 13 عام واقف معانا، غنخليه 3 شهور دابا ونزيدوا في حالتنا؟ لا، ويكونوا معايا حتى نتوما، كاينين حتى نتوما قولوا معايا. لا هو حتى نتوما الا سمعتوا شي حاجه جي قولوا لي باش نكذب لكم، انا نقول لكم شنو كاين. نقول لي شنو سمعتوا، شنو بغيتوا تعرفوا، نقول لكم شنو بغيتوا تعرفوا. غير المجرى ديالهم ميسطرة غادية، حنا ما يمكنش حنا نستناو اخو، حنا طايقين في القضاء، والله يخلي لنا محمد السادس. دوركم اخويا الا سمعتي شي حاجه حتى انا قول لي باش نكذب لك ولا نقول لك انا، حيت انا خدام عارف شنو كاين شي شي وقع لداخل. حنا كنسولو غير على يعني كيفاش الاوضاع ديالكم نتوما كمستخدمين. حنا اخويا حالتنا صعيبه، لا حول ولا قوه، والدينا اللي تيصرفوا علينا. شوف دابا طلعوا هبط فيا انا كامل، انا اللي تصرف عليا الوالده ديالي دا تعطيني باش نشري ليسانس باش نقاد العقل باش ندير كل شيء، هي اللي تعطيني، فهمتي؟ يعني هادشي كله كان قادر لنا الدكتور تشيز. سمعنا لان كان الابن ديالو تا هو يعني كان ديالو، وهداك الشيء راه كبير عليه، داك الشيء كبير صعيب، راه ماشي ساهل هداك الشيء ديال باش تجيري كلينيك كامل كبير، راه 500 ديال الخلق اخويا باش تحكم فيهم راه خصك تكون كاين. الدكتور تشيزي كان تيشوف في لاكلينيك تيدير ديك اللعبه ديال تيشوف تيعرف شكون اللي ناقص شكون اللي قاد شكون اللي ما مقادش. ما كنتش حاضر فيها اخويا انا. مؤازرة للدكتور تازي، صافي اخويا مؤازرة للدكتور تازي، حنا ماشي ضد الدكتور تازي، لا راه ما عطاناش رزقنا الدكتور تازي، اجلا ام اجلا غيعطينا رزقنا.
ما هارب لينا من حتى شي حاجه. هو فيه دابا هو ما يسد الكلينيك ويقول لا صافي راه بق وجم تيجي شي حاجه شويه شي سيرفيس شويه خدام وشي سيرفيس ما خدامش. يعني صندين مع الدكتور راحني في الدماغ انا مع الدكتور التازي هنا ولا لهنا صافي كلش احنا ما حدنا راه تنبغيوهمش عند الناس اخرين ولكن تيقول لك ديميسيوني احنا غنمشي نخليو الدكتور التازي ندوزين معاه 13 عام 13 عام اخويا من 2012 خرج من المدرسه من الباك 2012 2013 عنده يا حسره تاه هادشي اللي شفت. كانت راجل مزيان نعم الرجول تيخلصك في نهار 6 تيخلصك 6 4 تيخلصك تيعطيك الباي ديالك تيخلصك